بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. التربية الإيمانية للأولاد مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فحديثي معكم في هذا الموضوع الذي سمعتم يعني عنوانه من قبل وسمعتموه الآن، التربية الإيمانية للأولاد. وسأبدأ بالكلام على هذا العنوان، التربية. التربية يرجع معناها إلى الزيادة والتنمية، لأن أصل المادة ربى يربو أي زاد، فالتربية هي التنمية، تنمية الشيء ليتكامل، ليتكامل ويبلغ ما يراد له وما قدر له من التمام. وهذا يتعلق بتربية الإنسان وتربية الحيوان فقد قال سبحانه وتعالى في شأن الوالدين آمرا للولد بالدعاء لهما ذاكرا هذا مقام، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال فرعون قبحه الله ولعنه لموسى يتمنن عليه، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، لأن موسى عليه السلام قدر الله بحكمته البالغة أن يربى في بيت فرعون، مع أنه يقتل أولاد أبناء بني إسرائيل يذبحهم إذلالا لهم. مكر الله به حتى تربى من يكون عدوا له في بيته، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. التربية تنشئة للإنسان، كذلك الحيوان يربى ليكمل. والله تعالى ينمي للمؤمن حسناته ويكثرها كما جاء في الحديث الصحيح، لأن ما من عبد ينفق عدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فرباها له، رباها له كما يربي أحدكم فلوه، ولد الفرس، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التربية فيها تنشئة، فيها تنمية، فيها تكثير.
والذي يعنينا في هذا المقام هي تربية الأولاد، هذا هو المقصود من هذا الحديث، تربية الأولاد، التربية الإيمانية. التربية الإيمانية، نقف مع الإيمانية لنعود إلى التربية الإيمانية، نسبة إلى الإيمان، والإيمان كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العقائد والشرائع والفرائض والنوافل مما أمر به، واجتناب كل ما نهى عنه. فالإيمان يشمل كل ما أمر به الله ورسوله، يشمل، ففعل ما أمر الله به ورسوله كله إيمان، وترك ما نهى الله عنه ورسوله كذلك هو إيمان. فهذه التربية منسوبة للإيمان، للإيمان بهذا المعنى وبهذا الشمول، شمول الإيمان. فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والذكر وتلاوة القرآن، كل ذلك من الإيمان. يكون الإيمان في القلب وعلى اللسان ويكون بالجوارح، كما يقول أهل السنة إن الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. التربية الإيمانية، هذا تقييد، المطلوب هي التربية الإيمانية، هذا هو المطلوب، لأن هناك تربية إيمانية وغير إيمانية، في تربية غير إيمانية. والأولاد، للأولاد، أولاد الإنسان ذريته، الأولاد يشمل البنين والبنات، لأن الولد في اللغة العربية اسم للذكر والأنثى، كله ولد، لكن الذكر ابن والأنثى بنت، فالأولاد يتناول البنين والبنات. والأولاد من المسؤول عنهم بالدرجة الأولى؟ الأبوان، كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة على الإسلام، يعني عنده استعداد للإسلام، عنده قابلية، عنده إيثار للإسلام. فأبواه، يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، هذه تربية غير إيمانية، هذه تربية غير إيمانية، هذه تربية كفرية. أبواه يهودانه، يعلمانه اليهودية، أو ينصرانه، أو يمجسانه، يهود ونصارى ومجوس وكلهما. قال أهل العلم ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام ليس بطارئ عليه، هو أصل، لكن لا بد له من التربية، من تربية هذا الإسلام الذي هو
في فطرته، الإسلام في الفطرة، لكن يحتاج إلى السقي. النبتة موجودة مثل البذر، البذر موجود، يعني الإسلام والإيمان البذرة موجودة في الإنسان مركوز، لكن لا بد من سقي، لا بد من تنمية، لا بد من حماية، لا بد من حماية هذه البذرة، لا تأتيها الآفات من هنا أو هناك تفسدها تقتلها، مثل يهودانه. يعني أولاد اليهود ولدوا على الفطرة، لكن الأبوان يفسدان هذه الفطرة، يفسدانها بالتهويد والتنصير والتمجيس والتنجيس. أبواه إذن التربية نوعان، تربية إيمانية وإن قلنا تربية دينية فنعني دينية أي الدين الإسلامي، وإلا فاليهود والنصارى يربون أولادهم تربية دينية، اليهود يربون أولادهم تربية دينية يعني على الدين الباطل، على الدين الباطل، والنصارى يربون أولادهم على الدين الباطل، يربونهم تربية دينية. لكن المطلوب من الأبوين المسلمين أن يربيا، وكذلك من يقوم مقامهما، قد يكون المسؤول عن الولد غير أبيه أو غير الأبوين، من ذلك المعلم للناشئة، ومن يكون وصيا على مثلا على الأولاد مثل اليتامى، على الأبوين وغيرهما من المسؤولين عن تربية الأولاد، عليهم أن يربوا النشأ الأولاد منذ صغرهم وطفولتهم، يربوهم تربية إيمانية، تربية إسلامية، أي تربية على الإيمان والإسلام، تربية على الإيمان والإسلام. وقبل التفصيل في هذا، في هذه التربية، أذكر إن التربية أيضا تتنوع، فهناك التربية البدنية، تربية البدن وتربية العقل، هذان مطلوبان والإنسان يحتاج إليهما، تربية بدنية، تربية البدن وتربية العقل. وكلاهما يعني يفعله الناس، كل الناس يربوا لأولادهم تربية بدنية وتربية عقلية على حسب يعني إمكاناتهم وقدرهم وتوجهاتهم وعقائدهم ومذاهبهم، ومذاهب تربية. التربية البدنية معروفة، التربية البدنية تقوم بماذا؟ تقوم بتوفير الغذاء والكساء والمسكن، لأن الإنسان يحتاج إلى هذا كله في حفظ حياته وسلامة حياته ونموه، الغذاء
هذه هي المسؤولية الأولى يعني على الوالدين، وتقوم بالإنفاق تربية للأولاد بما يلزم لنمو أبدانهم وسلامة حياتهم. تبدأ التربية البدنية من الأم والأب، تبدأ يعني ندع ما قبل ذلك من بعد الولادة بالإرضاع، بالرضاع تربية. الأم ترضع والأب يوفر ما يلزم من النفقة. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. بداية التربية البدنية بالإرضاع، بالنفقة، بالكساء، بالدواء يحتاج إليه حفظ لحياته وحفظ للصحة، هذا كله ماشي. والناس يشتركون فيها، البر والفاجر كلهم يشتركون في التربية البدنية على اختلاف يعني على اختلاف قدرهم ومعارفهم و يعني وعاداتهم، ماشي. وأيضا يدخل في التربية البدنية يعني الرياضة البدنية، ولا أعني بالرياضة البدنية الاصطلاحية العصرية يعني لعب الكورة، لا، أنا أعني أي تمرين للناشئ يتمرن على الحركة منذ الطفولة، أمه تروضه على الحركة، على المشي، على الكذا يبدأ. وبعد الكبر ينبغي أن يربى على الحركة، على النشاط. ومن الرياضة البدنية أن يدرب على ممارسة العمل والخدمة في البيت وخارج البيت وكذا، هذه الرياضة يحصل بها رياضة بدنية وحركة، ما يكون خامل كسول نوام، لا، يكون نشيط حركي. هذه الرياضة البدنية، للرياضة اللهوية، الرياضة اللهوية لعب الكرة رياضة لهوية. وإن كان القليل منها المحدود الذي لا يأخذ الطقوس والعوائد الدخيلة المستوردة من عوائد الكفر، القليل منها يدخل في الرياضة البدنية المعقولة الجائزة. أقول إن هذا مما يشترك فيه الناس، الرياضة يعني التربية البدنية، هذا أمر مشترك كل الناس يشتركون فيه. ما للمسلمين في هذا؟ هذه من الأمور العامة التي يشترك فيها الناس، كل الناس يأكلون ويشربون ويربون أولادهم وينفقون على أولادهم، هذا مع اختلاف العوائد والقدر والمعارف إلى آخره. يأتي عندنا التربية العقلية. التربية العقلية يكون بالتعليم ما يحتاج إليه من أمور في دنياه، تربية عقلية. يربى على الأمور التي كيف يفعل، كيف يتصرف في التعامل مع الناس، يتعامل مع الصغير، مع الكبير، مع الوالدين، كيف يتعامل مع والديه، مع إخوانه، مع زملائه. يربى مثلا على بالتعليم، يربى على
معاملة الناس على اختلاف درجاتهم، يربى عقله أيضا بالعلوم، يعني العلوم مثل قضية القراءة، قراءة المكتوب، كيف يكتب، كيف يقرأ، كيف يحسب، كيف يستنتج، هذه تربية عقلية، وهذا يشترك فيه الناس، يشترك فيه الناس أيضا. كل الناس يربون أولادهم بحسب حالهم، إذا كان عندهم يعني هذه من الأمور المشتركة بين البشر، لكن كل يربي أولاده بحسب ما عنده من العقليات ومن المعارف ومن العلوم ومن العوائد التي تعجبه. هذه تربية لعقله. لكن شأننا في التربية الإيمانية، أما التربية البدنية والتربية العقلية العامة فهذا كما ذكرت لكم، يعني كل الناس يعني يعنون بالقراءة والكتابة والحساب والأشياء التي يصلحون بها دنياهم. نعم، هذه من الأمور المشتركة، يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، من الأمور العامة، مثل ما قلنا فيه يأكلون ويشربون وينفقون لكن شأننا فيما يتعلق بالتربية التي هي من خصائص المسلم ومسؤوليات المسلمين، مسؤوليات المسلمين وخصائص المسلمين، هي التربية الإيمانية، التربية الإسلامية، التربية الدينية، الدين الصحيح كما ذكرت لكم. إذا قال المسلم يعني يجب تربية تربية دينية، فالمعنى التربية الدينية أي على الإسلام، دين الإسلام، لأن دين الإسلام هو الحق، هو الدين الحق، وما سوى من الأديان فباطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالتربية الإيمانية التي هي من شأن المسلمين مع أولادهم ومع من تحت أيديهم، تتعلق أيضا بالبدن والعقل، تتعلق بالبدن والعقل، تربية بدنية إيمانية وتربية عقلية إيمانية، تربية بدنية إيمانية وتربية عقلية إيمانية. فالتربية البدنية التي يمكن أن نقول إنها إيمانية يكون بتحري طيب المكسب الذي ينفق منه على أولاده، ينفق منه حتى يطعمون الحلال، يأكلون حلال، تتربى أبدانهم بالطعام الحلال، ويلبسون اللباس الحلال، فهذه تربية بدنية إيمانية، يرجع لابد من تحري أن تكون تربيتهم بإطعامهم الحلال، بإطعامهم الطيب، هذا من صغرهم، من طفولتهم. كذلك إذا كبروا
يمنعون عن تناول الحرام، عن تناول الحرام ينهون عن مثلا تعاطي عن شرب الدخان، لأن الدخان يفسد الأبدان. عن تعاطي المأكول الحرام يمنعون من أكل الحرام، الشيء الذي لا يحل لهم، من سرقة، من غش طعام يكتسبونه هم بعد كبر، يمنعون وينهون. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن يأخذ تمرة من تمر الصدقة قال له كخ كخ، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ هذه تربية بدنية إيمانية، تربية بدنية إيمانية. لأنه نهاه عن تناول الحرام، لأن الحرام له آثار على الأبدان، آثار على البدن. وهذه الآثار ليس بلازم أن يظهر أثره على بمرض أو نحوه، وقد يكون بعض الأمور، نعم، مثل الدخان. الدخان تورث، يولد أمراضا، فهو فساد في، يعني فساد في البدن، يضر البدن، يولد الأمراض. وما وراء ذلك وما هو أقبح من خمر أو المخدرات، الخمر جاءت الشريعة بتحريمه، فيمنع الناشئة، لأن الناشئ يمكن أن يخدع، يمكن أن يجهل، يمكن أن يعثر على شيء من ذلك فيتعاطاه بجهله أو بسفهه أو بنقص بصيرته. فعلى المربي أن يحول بينه وبين ذلك بالتعليم والتأديب. إن لم يجد التعليم والتفقيه كذلك يدخل في التربية الإيمانية، يعني تدريب الأولاد وتوجيههم للرياضة الشرعية، دربون من أجل التقوي على المهام، علمون السباق، يعلمون الأمور التي تقوي أبدانهم، يعني من أجل أنهم لا لمجرد أنهم يصيرون تكون لهم عضلات وتكون لهم كذا، لا، بل من أجل أنهم يقوون على الأمور المفيدة النافعة لهم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن القوي إذا قوي بدنه بما يستعمل هذه القوة؟ يستعملها في فعل الخير. انظروا ماذا فعل موسى عليه السلام القوي الأمين لما جاء إلى مدين ووجد امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ضعيفات ما لهن، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي النهاية لما أن خطب صاحب مدين خطب موسى ليزوجه إحدى ابنتيه، المخطوب من هو؟ من هو المخطوب الآن؟ المخطوب من هو؟ موسى. الرجل يخطب لابنته، نعم يخطب، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، يخطب لابنته. وهذا من حسن نظره، ومن أيضا صلاح بناته، يعني لولا أنه يثق بأن بناته يعني
لا يخالفنا فيما ينظر لهن وما يختار لهن. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين حاضرتين، لا مانع حاضرتين أو غائبتين هاتين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا الشاهد القوي الأمين تربع على القوة، استخدم القوة في ماذا؟ في الحق، في مساعدة ونجدة الضعيف. هذه التربية الإيمانية لا لمجرد أن تقوى العضلات لينكر كما يقال، من أجل ينكر، من أجل أنه يصير ملاكم، لا، من أجل أنه يكون لديه قوة على الأعمال الإيجابية، على الأعمال الطيبة، على الأعمال المثمرة، أعمال سواء مما يخصه أو مما يحتاج إليه أهله في خدمتهم، يكون عنده قوة بدنية ويسعف بها الضعيف. أما التربية، هذه تربية، أقول تربية بدنية إيمانية، التربية بدنية إيمانية. ولا يفوتني أيضا إنه يدخل في التربية الإيمانية يعني جوانب يعني المتعة والإناء والسرور، يعني الأمور التي يعني تفرح بها النفس وتنشط النفس، غير التنشيط البدني فقط، تنشيط النفس يعود إلى أيضا البدن بالقوة والنشاط، ويكون هذا بالوسائل الاستجمامية المفرحة التي مما أباح الله، إذا قصد به وجه الله صار إيمانيا. والآخرون يسلكون هذا المسلك، يعني الكفار والمتشبهون بهم أيضا يعنون بتربية أولادهم بتوفير وسائل وأسباب له والمتعة، هذا داخل في التربية الإيمانية مختلطة أو تربية عقلية له، لكن مردود أكثره على البدن، يعني تفريح للنفس وكذا إلاه. ولكن المسلمين أو المسلم لا، يربي أولاده على يعني المتعة الطيبة التي ليس فيها محرم، له حدود، المسلم يتحرك بحدود، بالحدود الشرعية. ومن متعة النفس يعني الرياضات البدنية المباحة التي سبقت الإشارة إليها، من سباق، ومن تدريب على أعمال مفيدة في الدين والدنيا جميعا. أما التربية العقلية فتكون بالأمور العادية كما تقدم المشتركة، فالمسلمون عليهم أنهم يأخذون بما ينفع، بكل ما ينفع، احرص على ما ينفعك واستعمل تعليم الأولاد، يعني الأمور التجريبية وطريقة التعامل وطريقة ومسألة إذا نما تعليمه القراءة والكتابة، هذه من الأمور المشتركة، فالمسلمون يأخذون منها في حدود ما شرع الله وما أذن الله فيه. ولكن أيضا هي محكومة، التربية العقلية إيمانية لابد، المسلم يعلم أولاده
من أجل العوائد الكريمة، العوائد الفاضلة، ويجنبهم العوائد السيئة. إذا كان المجتمع في عوائد سيئة يجنبهم إياها، يجنبهم قرناء السوء وخلطاء السوء، يربيهم على اختيار أو يربطهم بالصالحين. يعلمهم ما يحتاجون إلى تعليمه مما تصلح به الدنيا، هذا أمر مشترك. لكن المسلم يهدف من هذه الوسائل أن يستغلها النشء ويستغلها الجيل، فإن الأولاد والأطفال هم الجيل القادم. الآن هم أولاد وبعد ذلك آباء وأجداد. فالآباء إذا أحسنوا التربية كانوا، إذا كانوا صالحين كانوا خير خلف لخير سلف مثلا. فالآباء إذا كانوا صالحين وسعوا في إصلاح أولادهم كانوا امتدادا لهم، امتدادا لهم. إذا ربوهم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح، ولا سيما إذا كان صلاحه بتسببه وبحسن تربيته، حيث رباه التربية الإيمانية الإسلامية الشرعية. التربية الإيمانية العقلية أساسها التعليم، التعليم كما تقدم، كما أن التعليم هو قاعدة التربية العقلية عند كل الناس. التعليم الإيمان تقدم أنه عقيدة، عقائد وأعمال مشروعة، أفعال وترك. فتبدأ التربية العقلية الإيمانية بتلقين النشء، بتلقين الطفل أصل العقيدة. أصل العقيدة، ما هو أصل العقيدة الإسلامية؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الشهادتان هما الأصل. إذن يبدأ التعليم يبدأ بهذه الكلمات. فالطفل من حين يحسن أو يبدأ يتكلم وينطق يجب أن يلقن الكلمات، كلمات الدين، كلمات الإيمان، كلمات الإسلام، لربطه بالإسلام. ولا ننسى أيضا ما ورد وذكره العلماء، إنه مما يستحب أن يفعل مع المولود أن يؤذن في أذنيه ويقام. هذا تمهيد لتلقينه العقيدة، ليقرع سمعه هذه الكلمات: الله أكبر، الله أكبر، إلى آخره. طفل صغير، لكن يعني من أسباب صلاحه أن يبدأ ويقرع سمعه بهذه الأصوات، بهذه الكلمات الطيبة. هذه لا يرجى أن يقول لها ما لها من الأثر. إذا أفصح وأعرب عنه لسانه يلقن الكلمات الدين الأولى، أصل التوحيد. وقد أثر عن السلف أنهم هكذا كانوا يفعلون. إذا أفصح عن الطفل
وأعرب عنه لسانه صار يحسن يتكلم يقول فإنهم يلقنونه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لتكون بداية تكلم يعرف لا إله إلا الله. وكل على مذهبه، شوف مثل ما قلنا في البداية، المؤمن الموحد المسلم يلقن ابنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله، وإن كان لا يعرف معناها لكنه يحفظها، يسمعها، يسمع الأذان. الآن الأطفال ولله الحمد يسمع الأذان فيعرف يكبر الله أكبر، يسمع الأذان ينصت، يسمع ما هذه الكلمات. ما حل يعني من كان بعيدا لا يسمع هذا الذكر وهذا التوحيد، نعوذ بالله، لا يسمع، يخرج ما يسمع إلا أصوات الموسيقى في البيوت. مرة الطفل كيف يصنع؟ هذا يبدأ يدندن ويطنطن ويطبل ويلعب. هذه التربية، هذه تربية جاهلية، يتدرب على ويشاهد أيضا، ويشاهد الطفل في برامج الإعلام كيف يضرب الآلة، آلة اللهو، آلات وسائل الإعلام، وسائل تربية. لكن معظم البرامج ليس لا تتك يعني لا تتضمن التربية الإيمانية، بل هي تتضمن تربية لا إيمانية، تربية على المزامير، على اللهو، على كذا. مثل ما يذكر لي وأنا لا أعرف من الأفلام التي يخصصونها للأطفال تتضمن تربية لا إيمانية، عوائد كفار، معاني تغرس في نفوس هذه الأطفال من خلال البرنامج المعروف في كل بيت إلا ما شاء الله. ما ولا أدري لماذا سموه الكرتون. نعم، هذه تورث تربية لا إيمانية، لا إيمانية، لا إسلامية. خلاص، والطفل يعني عنده قابلية يتدرب على ويتأثر بما يشاهد وما يسمع. الطفل في أول أمره يتسمع إيش الكلمات التي يقولها إخوانه، أخواته، الكلمات، ينظر إلى فمك ماذا تقول، يتلقن الطفل، يتلقن ما يلقى ويسمع. وكما ذكرت إن السلف الصالح ومن سلك سبيلهم يبدأون ينشئون أولادهم على كلمة التوحيد، يلقنونها إياه حتى يحفظها لا إله إلا الله، ويلقنون محمد رسول الله ليلهج ويعرف هذا يرتبط محمد رسول الله. النصراني يربى على إيه؟ على عقيدة النصارى، المسيح، اليسوع، الرب، اليسوع، المسيح، يتربى على إن المسيح هو الذي يرزقه ويعطيه ويحميه ويحفظه. ولا تنسون الرافضي يربي ولده على أصله، علي رضي الله عنه وهو بريء منهم، علي يتربى، علي يرجوه ويخاف ويدعوه ويستغيث به إذا يعني تعلق بأمر وفزع ويلتمس من ينقذه، من يأتي له، يقول يا علي. يربون على دعوة علي، في مقابل إن المسلم المستقيم يربي ولده يا الله يدعو ربه لا إله إلا الله. تربية، هذه التربية الأولى في سن الطفولة قبل التمييز، قبل يكون عنده عقلية يميز فيها. لكن تصبح هذه الكلمة يلهج بها لسانه ويسمعها
من أبيه وأمه وأخيه ومن الناس ومن المؤذن هذا سقي للفطرة التي ذكرتها لكم. الفطرة النبتة الموجودة في كامن نفسه من مركوزة فيه هذه تحقق. ويلقن الكلمات الطيبة، الكلمات الطيبة يدرب التدريب من التدريب الإيماني في ذلك السن، التدريب على الصدق. ومع الأسف إن هذا الأمر فيه تفريط عظيم الآن بسبب يعني كثرة الكذب في البيوت من الأبوين ومن الإخوة والأخوات. الطفل تجد أنتم، أنا أتحدث معكم الآن بشيء أنتم تعرفونه من الواقع أبداً. الطفل أول ما يجي يصير يعني على الفطرة يصدق، مرة ما يعرف إلا الصدق، مفطور على الفطرة، على السليم، سليم هو ما فسدت الفطرة. حتى يشوف في التجارب، يشوف أبوه يكذب وأمه تكذب وإخوانه يكذب بعضهم على بعض، خلاص أخذ درس، يصبح يطلع مثلهم ما يستطيع ينفرد عنهم، لأنه هو الآن يتلقى منهم، ما يخرج من هذا من هذه التربية اللا إيمانية إلا إذا كبر وتعلم وفقه ووجد وعرف الخطأ، ممكن أنه يتلافى هذا الأمر، ولا أبدا يطلع عادي. سبحان الله. الآن هو مفطر على الصدق، يجب يعني نحن مدعوون إلى أن نربي أولادنا على الصدق، الصدق ولا ومن الانحراف في التربية أن نربيهم على الكذب. وقد يجني الأبوان ثمار هذه التربية السيئة. هذا في مستوى الصغار اللي قبل التمييز، يمكن تربيتهم على يعني كف العدوان، كف الاعتداء على بعضهم، لأن الصغار يعتدي بعضهم على بعض، فيربون على ترك العدوان وعلى الإحسان وعلى يعني العوائد الطيبة وعلى ترك السباب أيضا، وهم صغار يتربون على السباب الآن موجود، فلا بد أيضا من تربيتهم على تجنب هذه الكلمات. استمع لأولادك ماذا يقولون، ماذا يحدث من الصغار، هذا لابد إنه منك أو من أمه أو من أخواته، أو إذا كان قد خرج من الشارع لابد كلمات مرة، لأنه هو عنده قابلية عظيم، قابلية واستعداد أبدا، فلابد. فإذا ساء يعني إذا تفوى بالكلمات فالجاني عليهم البيت والمسؤول بالإهمال، والمسؤول عنه الأبوان ومن قام مقامه. لا إله إلا الله، هذه نتيجة إهمال هذا قبل سن التمييز. التمييز يكون في الغالب لسبع سنين، التمييز اللي يكون في هذا أغلبي، وقد يحصل عند الإنسان تمييز وهو من ست، ها هم الآن يدخلون سلم الدراسة لست سنين. الدراسة الهدف منها عند عموم الناس، يعني عند عموم الناس يعني البر والفاجر كلهم، القراءة والكتابة والثقافة والعلوم المادية، هذه أمور يشترك فيها الناس كلهم كما تقدم، هذا الهدف من أجل أنه المكاسب والمنافع المادية. لكن الواجب أن المسلم يكون له هدف أسمى منها، يريد أن يتعلم، يعلم أولاده، ويريد أن يتعلموا ما يصلح به سلوكهم وتستقيم به عقولهم وأفكارهم، لأن العقول تفسد
بالتربية اللائمانية. التربية اللائمانية من تربية الكفار ونحوهم من شبابهم تفسد العقول، تفسد الفطر، الفطر الطيبة النظيفة والعقول النظيفة تفسد بالتربيات المنحرفة، التربية المنحرفة. شوفوا إذا بلغ الصبي 7 سنين جاءت الدعوة إلى الأوجب الواجبات بعد التوحيد. ما أوجب الواجبات بعد التوحيد؟ الصلوات 5. يا صغير صغير كده يقوم يصلي، قوم يصلي، مروا بالصلاة، صلت. نعم هو ما عليه صلاة، ما عليه صلاة، ما تجب عليه صلاة ولا إثم ولا شيء، لكن تهيئة للمستقبل، تهيئة للمستقبل. مروا أولادكم بالصلاة 7. أمر يا ولدي صل، خذ بيده صل، يا ولدي صليت صل صل، لا تترك، ما هو بس. وصلاة الفجر أيضا مره وهو من 7 سنين، مره بصلاة الفجر، قومه. لكن ما أعظم مصيبة الأولاد الذين أبوهم لا يقوم يصلي الفجر. هؤلاء يشقون بأبيهم، يربيهم التربية الدينية البدنية لكن الإيمانية، الإيمانية يفتقدها أو يفتقد قدرا كبيرا منها. مروا أولادكم بالصلاة 7. الصلاة أوجب الواجبات بعد التوحيد، يجب على قيم الأسرة، الرجل يجب عليه أن يأمر أهله، زوجته، وقد تكون، وكثير من الزوجات أطيب من أزواجهن، كثير يوجد الآن والواقع. لكن الأصل، الأصل أن الرجل يكون هو قيم المرأة، هو الذي يكون قائم ومستقيم ويأمر أهله، يأمر زوجته ويأمر أولاده بالصلاة. مروا أولاد، نعم، قال الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر، تحتاج إلى صبر ومصابر، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. من أمر الأهل الله يقول لنبيه وأمر أهلك بالصلاة، يدخل في ذلك أمر الصغار الأولاد، يدخل في ذلك ما أمر به عليه الصلاة والسلام بقوله مروا أولادكم بالصلاة 7. تم 7، نعم، مره وهو من 8، يعني هذه مرحلة كم سنة؟ 3 سنين، هذه فيها أمر 3 سنين، أمر 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 أمر، ومتابعة ومتابعة وملاحظة. واضربوهم عليها 10، إذا لم يجد الأمر ظهر التخلف وتكرر فيه ضرب. هذه تربية إيمانية، هذه التربية الإيمانية. الصلاة، الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فلما كانت الصلاة أوجب الواجبات بعد التوحيد، كانت أهم ما ينشأ عليه الطفل إذا ميز، يؤمر به. وانظروا إلى التدرج في الإسلام، تدرج، أو البداية أمر، ما في شيء، صلى، يعني لو ترك بعض الأحيان ما يعنف ويضرب، حتى ولو ترك الصلاة ما صليت صل الآن لا بس. لكن إذا بلغ 10 لابد من المتابعة والحزم. الله أكبر، سبحان الله. وهكذا إذا بلغ 11 و12 و13، فإذا بلغ صارت الصلاة واجبة عليه. إذا بلغ وعلم و
أصبح مكلفا، مسؤول هو في البداية عن نفسه ووليه أيضا في مرحلة يعني أوائل البلوغ، هو أيضا مسؤول عنه. إذا ترك الصلاة فله شأن آخر، له شأن آخر، لابد، أصبحت واجبة عليه، وجوب. يرد عليها الحديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهكذا أيضا قل الصيام، يربى على الصيام الفريضة. بعض الأمهات وبعض الآباء يرأفون بأولادهم فلا يأمرونهم بالصيام، حفاظا على ملا، حفاظ على أبدانهم وعلى أنهم ما يتعبون. لا، مره بالصيام ما دام أنه صحيح، ما ليس بمريض وعادي، ما عنده ضعف غير عادي، يقوى. لو قال لهم الطبيب لا يأكل كل اليوم، حاله بينه وبينه، يعود على الصيام، يعود على المنافسة، يربى على المنافسة في الخير والعبادة والفضائل، ينافس. كذلك من الأمور الأولية في هذا السن التعليم، تعليم القرآن. يبدأ الصلاة لابد فيها من القرآن، إذا لابد من أن يعلم، يعلم، يحفظ الفاتحة، يحفظ صور يقرأها في صلاته، مثلاً يربى على العناية بالقرآن وتعظيم القرآن وحفظ القرآن كاملاً أو ما تيسر منه حسب الإمكان. كل ما كسب من هذا الخير فهو أفضل. وانظروا إلى المفارقات العجيبة، المسلمون في عبر الأعصار كان هذا منهجهم، يعني أول اهتماماتهم في تعليم أولادهم أن يعلمهم القرآن ويعلمهم الحديث ويربوهم على الأحكام الآداب الشرعية، يأمرونهم وينهونهم عن السفاسف الأخلاق وعن المحرمات. والآن كثير من المسلمين يفرطون في هذا الجانب، لا يعني لا يهمهم إذا كان ابنه ضعيف في القرآن، يريد أن ينجح ولو كان لا يحسن، يريد له النجاح، المهم أنه يتجاوز. ومن الأمراض التي الآن نعانيها أن اللغة الإنجليزية والعلوم المادية والرياضيات، وأركز على الإنجليزية، الآن هذه لها منزلة في قلوب الأكثرية، منزلة. ويعتز الأب إذا كان ابنه يتكلم بالإنجليزية، وش هالفرح؟ هذا من المرض، من الأمراض الدخيلة، من الأمراض والعلل التي في الأمة. وهذا صادر عن نزعة التبعية للكفار، والتشبه بالكفار، والإعجاب بالكفار. والآن الأمة مهددة، الآن أبناؤكم مهددون بأن يعلموا اللغة الإنجليزية أطفالاً صغاراً. الإنجليزية يعلمونها أطفال المسلمين، أطفال في الابتدائي يعلمون اللغة الإنجليزية. هذا الآن من المؤسف. راجع حساباتك يا أيها المسلم العاقل. الآن نسبة من الآباء يفضلون أن يلحقوا أولادهم في المدارس الأهلية من أجل إنها تعنى باللغة الإنجليزية، ويعتبر إن هذا نقص في المدارس العامة. أدام الله هذا النقص.
أدام الله هذا النقص وحمى المدارس العامة من هذا العدو لغة اللغة الإنجليزية، أليس هذا مرض؟ أن يهتم الوالد بأن يتكلم ابنه ببعض الكلمات الإنجليزية وأما النطق والتعبير هذا ما غير موجود، ما يستطيعونه، ما فيه جهود خاسرة ضائعة ضائعة. أليس من المزري والمخزي أن يعجب الوالد بأن ابنه يتكلم الكلمات الإنجليزية ويحسن الكلمات الإنجليزية وينجح ولا يسوءه أن يكون ضعيفاً في القرآن؟ أليس هذا علة؟ أليس هذا مرضاً دينياً إيمانياً، مرض في الإيمان؟ نسأل الله أن يشفي قلوبنا من عللها وأمرها، نسأل الله أن يطهر مجتمعنا من أسباب الفساد، سبحان الله. وهكذا تسير التربية إلى البلوغ، هذه أهم المراحل، أهم المراحل في التربية من الطفولة إلى البلوغ، وبعدها الولد يكون يبدأ بالاستقلال، يصبح دور المربي محدود، دور المربي محدود لأن الولد قد استقل. ولا يفوتنا أيضا في تربية البنات، نسينا وراح البنات من تربيتنا، من الضروري البنات يشاركن الأولاد في كل ما تقدم، في كل ما تقدم، لكن أيضا لهن خصوصية، والتربية على الحشمة، الملابس، الملابس الساترة تربى ولو كانت طفلة. ومن المؤسف إن الأمر بالعكس الآن، انظر إلى الأطفال، فإذا وجدت الطفلة يعني بارز الساقين والذراعين والعضدين وأنت لا تميز إنه ابن ولا، فاعرف إنه بنت. هذا من الفساد الساري الآن. البنات الأطفال الصغار، فالناس الذين يعني يجرون وراء العوائد الدخيلة، عوائد الأمم الكافرة، هذا ما يربون عليه بناتهم من صغرهن إلى تمييزهن إلى كبرهن. وأما يعني المسلمون الذين يعني يرعون حدود الله ويخافون الله، من التفريط أن يربوا بناتهم على الملابس هذه في الصغر، وإن كانوا لا ينوون الاستمرار على ذلك، وإن كانوا يريدون يعني لا يريدون لبناتهم أن يكن متهتكات وسافرات ومتبرجات، يعني الطيبين من الناس، لكن هذا فلا بد أيضا مما يجب التنبه والتنبيه عليه، تنشئة البنات على ثياب الطهر والعفة والحشمة والحياء، حتى إذا كبرن وبلغن وتعلقت بهن الأنظار فإذا هن قد تعودن الحجاب، تعودن الستر، تعودن الثياب الضافية، ثياب الطهر، ثياب الطهر. والله سبحانه وتعالى نسأله تعالى أن يحفظنا وإياكم وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم، عندك شيء؟ نعم، يلا استغفر الله. نعم،
استغفر الله. اللهم تب علينا. نعم. كما نسأله سبحانه أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا تمر علينا أيها الإخوة هذه النصائح وهذه التوجيهات دون الاستفادة منها وتطبيقها عمليا في حياتنا ومع أولادنا. الأسئلة كثيرة، ولعل الإخوة يعذروننا في عدم اتساع الوقت لعرضها جميعا، ولكن نبدأ بما له صلة في الموضوع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، نرجو شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث احفظ الله يحفظك وما فيه من جوانب التربية الإيمانية. حديث ابن عباس معروف عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا مما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الصغار، كما أشرت لكم أيضا، ذكرت لكم نموذج من هذه التربية، وهو قوله للحسن لما أخذ تمرة من تمر الصدقة: كخن كخن. كذلك ابن عباس كان صغيرا، غلاما صغيرا، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني في الحادي أو الثاني عشر. ومع ذلك يوصي بهذه الوصايا، وهذا يدل على عقلية ابن عباس وأنه أهل لتقبل وتحمل وفهم هذه الوصايا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بمراقبته وطاعته وتقواه في السر والعلانية، والجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك ومعك، يحفظك ويرعاك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. هذا في تربية على الإيمان بالقدر. نعم، على الإيمان بالقدر. كذلك لا يقتصر تربية الأولاد على كلمتي الشهادتين، بل أيضا يعلمون ويلقنون، يعلمون في صغرهم أصول الإيمان، أصول الإسلام. أركان الإسلام كم؟ أركان الإسلام 5. كم أركان الإيمان؟ 6، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره. يعني يربى على الإيمان بالقدر، وأن الأمر كله لله وكله بيده سبحانه وتعالى، فالنافع الضار هو الله. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم، أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أني أحبك في الله، أرجو من فضيلتكم الوقوف على الآيات العظيمة في سورة لقمان التي تزخر بوصايا التربية الإيمانية. على كل حال، من شواهد هذه المحاضرة أو هذا الموضوع، من شواهده قصة لقمان مع ابنه، وهي تتسع لها محاضرة بل محاضرات، وهي من شواهد ما تقدم. فلقمان عليه السلام بدأ ابنه بالوصية بالتوحيد: يا بني لا تشرك بالله. بالضبط هو معنى ما تقدم: إن الشرك لظلم عظيم. فوصاه بالتوحيد ونهاه عن الشرك، ثم
ذكره بسعة علم الله: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، ثم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ثم أوصاه بالأخلاق الفاضلة: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فأمره بالتوحيد ونهى عن الشرك، وعلمه سعة علم الله وكمال علم الله، وأمره بالواجبات الشرعية التي أعظمها الصلاة، وأوصاه بآداب: ولا تصعر خدك للناس. نعم، أحسن الله. وهناك أسئلة متعددة تدور حول محور واحد، وهو كيف الجمع في التربية الإيمانية في ظل التأثير السلبي لبعض الوسائل الهدامة مثل وسائل الإعلام لا سيما التلفاز، وكذلك ما يكون من الرفقة الفاسدة وما يعهد بالأطفال إلى الخدم. على كل حال هذه مسائل يطول لكن نقتضي القول فيها. يعني على كل حال التربية تقوم تربية البدن وتربية العقل، التربية الإيمانية تقوم على أساسين. الدواء الآن يقول الطب يقوم على الحمية، يقول الطبيب لك إذا راجعته يقول يأمرك بشيء، يأمرك بأشياء بحمية، ويعطيك يعني أشياء وصفة يعني مثل ما يكون فيتامين مناسب لبدنك. فالتربية تقوم على الحمية، مثل يعني تربية البدن تقوم على الحمية، حماية البدن من مما يضره وإعطاه ما يحتاج إليه. كذلك العقل، التربية العقلية تحتاج إلى حماية، إلى حمية. فالذي يريد تربية أولاده على الطاعة وعلى الخير وعلى الذكر وعلى العبادة يجب أن يحميهم مما يضاد ذلك، لا بد. فالإنسان المريض إذا كان يأخذ وصفه من هنا من الطبيب ومن هناك ما يلتزم بالحمية، يأكل ما يشتهي وإن كان يضره، ويتعاطى من الأفعال والحركات ما يضره، معناه إن الدواء لا يجدي أو يكون قليل الأثر. وقد تكون الأسباب المضادة للوصفة والأدوية النافعة يمكن تكون أقوى، فلا يكون لهذا الدواء أثر. كذلك التربية العقلية، اتعلم من هنا وتربي مثل ما ذكرت لكم في مسألة الصدق والكذب، تأمر ولدك بالصدق وأنت بخلافه، يسمع منك الكذب ويسمع من غيرك. تنهى الإنسان المبتلى بالدخان، الرجل المبتلى بالدخان إن لم يستطع أن يتوب عليه أن يتوب، لكن إذا كان ولم يعني لم يتوفق للتوبة فلا أقل من أن لا يشاهده أولاده، يكون سر يستسر به عنهم ولا يدرون عنه، لا يدرون. أما أنه يدخن أمامهم: يا ولدي ترى التدخين ضار، يا ولدي لا تدخن، يضحك ابنه، يضحك وطفل مهزلة يدخن، تقول يا ولد ما يمكن. هل يستطيع المدخن الذي يعلن الدخان أمام أولاده هل يستطيع أن يمنع أولاده؟ كذلك اعتبر بهذا المثال في سائر الأمور. نعم. وهذا سائل يقول: كيف تكون التربية إذا تعددت مصادر التربية، حيث أنني أسكن مع أهلي ويختلط أبنائي مع عمامهم وعماتهم، وعادة ما يكتسبون منهم تربية وسلوكا سيء؟ لابد يعني أن تلاحظ أولادك أولا بالتعليم والتربية والتلقين ليحذروا ما يشاهدون أو ما يفعل
أمامهم حتى يعرفون، يكون عندهم تميز، يدركون إن لهم تميز على أقاربهم، ويبين لهم إن هذا ما يصلح وهذا ما يجوز وهذا كذا وهذا كذا، ولا وأيضا يطالب إذا زار أقاربه يطالبهم ألا مثلا يفعلوا عند أولاده، بحيث أنهم يفتحون مثلا التلفاز، يفتحون شاشة الدش إذا عندهم الدش مثلا يطالبهم. أما إذا كان يذهب لأولاده وثم يعني أولئك ليس عندهم مراعاة لضيوفهم من أقاربهم، لا لا تذهب بأولادك، معنى أنهم لا يرعون حرمتك ولا يقدرونك ولا يعرفون التوجه الذي عندك. نعم بعد. وله سؤال آخر يقول: كيف تكون تربية الأبناء إذا كان الأبوين مضطرين لتفريق أحد الأبناء عن إخوته بسبب مرض مزمن يلزم الأبوين بمعاملة هذا الابن معاملة خاصة؟ والله السؤال ما هو واضح، يحتاج إلى السؤال المباشر. نعم بعد. وهذا سائل يقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ظهر في هذا الزمان ما نراه من سوء تربية الأولاد، وذلك يتمثل في شراء الملابس والسيارات الفاخرة وترك الفتيات يذهبن إلى ما يردن دون السؤال عنهن من قبل الآباء، والسبب في ذلك انشغال أولياء الأمور بأمور التجارة والسفر إلى الخارج، أو ترك الابن يفعل ما يريد مثل التدخين بحجة أن هذا يجعله رجل. فما رأي فضيلتكم؟ كل هذا من التفريط في المسؤوليات، كل هذا الكلام من التفريط في المسؤوليات. وقلت لكم إن من مصيبة الأولاد أن يبتلوا بوالد هو نفسه مفرط وفاقد الشيء لا يعطيه، أو هو مهمل، يعني إما أن يكون هو في نفسه منحرف، ولا والإنسان المنحرف ما يرجى أن يصلح غيره. الإنسان الفاسد هل يصلح غيره؟ نسأل الله العافية، ما ينتظر منه أن يصلح غيره. فهؤلاء الأولاد إن الله قيض لهم من يصلحهم، وهذا كثير يحصل. كم من ابن أو بنت يعني صلحت حالهما مع فساد البيت الذي هم فيه. يقيض الله لمن شاء من عباده ما يكون سببا في صلاحه. فنذكر أن من هذه حاله أنه قد يعني أساء إلى نفسه وأساء إلى غيره وأضاع الأمانة التي في عنقه. فإن الأهل والأولاد أمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كما أنك يجب على الإنسان أن يتقي عذاب الله بفعل المأمورات وترك المحظورات، عليه أيضا أن يجنب أولاده أسباب العذاب، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نعم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله وسددكم، هناك تربية إيمانية بمعنى أن يذكر الطفل بحقائق وغيبيات اليوم الآخر، فهل تغرس فيه كل تلك الجوانب حتى وإن لم يدركها عقله، مثل أن الموت يؤتى به في صورة كبش فيذبح؟ لا لا لا، الجواب لا، يذكر بالأمور الأخروية والغيبية إجمالا. نعم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نشهد الله أننا نحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا في دار كرامته وجميع المسلمين. أقول للأخ هذا والذي قبله: أحبكم الله فيما أحببتموني فيه. نعم. السلام عليكم. نعم. يقول: ما حكم إدخال بعض الأشياء المسلية للأولاد مثل جهاز الكمبيوتر وما يسمى بالسوني وغيرها؟ والله قد يخفى عليه تفصيل مثل هذه الوسائل، لكن إذا كانت الوسيلة فيها يعني التسلية ليس فيها منكر فلا بأس، التسلية مطلوبة. وأنا أشرت إلى أن من التربية البدنية والعقلية المسليات والأمور اللي فيها إدخال السرور على الإنسان. الإنسان يحتاج إلى أمور يفرح بها ويسر بها ويستجم أيضا، يأخذ يستريح من بعض المعاناة. فهذه الوسائل إذا لم تكن
يعني مما يظهر لي إنه إذا كانت الوسيلة ليس فيها يعني مغالبات وشحنة بين الأولاد، يعني بهذه الوسيلة يلعب فيها الواحد وحده. يقولون في المثل العامي يلعب وحدك تجي راضي، لا صار يلعب وحده ما يصير فيه مغالبة ولا شيء. وأنا أسمع أن فيه أشياء من هذا النوع، يعني وسيلة الإنسان يشتغل فيها مع نفسه ولا يسأل. أما الوسائل اللي فيها مغالبات هذه تولد بينهم يعني السباب والطقاق والمضاربات نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما رأيكم فيما ظهر في الآونة الأخيرة بنشرة فيها الرجل الذي التوت عليه الداب؟ لا، هذه كذبها أهل العلم وأنكروا نشرها، لا يجوز نشرها. وكذلك لا يجوز نشرها لأنها على عذاب القبر حق، وأهوال القبور أمور عظيمة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. لكن هذه ما ثبتت، إنما فيها هي من يظهر إن من اختراع بعض السذج الذين يريدون تخويف الناس. قد كان بعض الجهلة يضعون الحديث على الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل استصلاح الناس. وهنا: وينبغي ألا تقبلوا من النشرات إلا ما كان موثقا ممن تعرفون. النشرات هذه اللي توزع وتنشر وكذا، لأن فيه من يدس، مثل النشرة التي فيها وصية أحمد خادم الحجرة النبوية، هذه سمعت في هذه الأيام أنها لها انتشار، وأشياء من هذا النوع فاحذروا منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إني أحبكم في الله تعالى. أحبك الله. يقول: إذا بلغ الولد سن الحلم وقد توظف أي تخرج من الكلية، وهو لا يزال يتساهل في أمر الصلاة، أي يصلي ولكن دون اهتمام بالصلاة في الجماعة في غالب أحواله، وقد عودناه الصلاة في سن الطفولة ودرسناه القرآن في المرحلة الابتدائية المتوسطة، فما هو الحل معه إذا استمر على ذلك؟ هل نطرده من البيت أم ماذا نفعل معه إذا كان؟ هذه مواضع اجتهاد، يمكن طرده إذا كان يمكن أنه يثوب، طرد يعني وقتي، إذا لأن أحوالهم تختلف، أحوال الناشئة وأحوال الأولاد تختلف. فواحد يمكن عنده من العناد وله من الأصحاب ما يمكنه من أنه إذا طردته ذهب وساءت حاله أكثر من ذي قبل. وبعضهم لا، يمكن إذا طردته أن يثوب ويندم ويعتذر ويأسف، ويمكن هذا الطرد يكون سببا لصلاحه. وثالث لا يصلح هذا معه أبدا، بل يستصلح ويصبر عليه ويستمر معه في التوجيه والمناصحة ويدعى له، حتى إذا خرج وصار يعني تزوج يطالب بالخروج، لأنه الآن وجوده. ولكن يجب أن لا يمكن من أمور لها تأثير على البيت وعلى إخوانه. نعم. السلام عليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان الرجل عنده أكثر من زوجة، ومن إحدى زوجتيه عنده أطفال كثيرون، ومن الأخرى طفل واحد، فهل له أن يفرد الزوجة أم الأطفال الأكثر بنهارها التي فهل له أن يفرد الزوجة أم الأطفال الأكثر بنهارها التي تتبع ليلتها، وأيضا نهار الزوجة الأخرى؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك إلا بتنازل الأخرى. نعم. يقول: وما حكم قسم الابتداء بين الزوجات؟ قسم الابتداء؟ نعم. إيش قسم الابتداء؟ زوجات، إذا تزوج الرجل امرأة ثانية وهي ثيب يقيم معها 3 ليال ثم يقسم، وإذا كانت بكر يقيم معها 7 ليال ثم يقسم. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الوقت الآن. نعم. أقول بقي سؤالين الشيخ من أختم إن شاء الله. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ سلمكم الله، امرأة أبناؤها كثير الحركة تشتمهم وتسبهم،
وتقول يعني أنت شيطان أعوذ بالله أخذك الله أو كذا ومثل هذه العبارات؟ هذا لا يجوز، بل ينبغي تقول الله يصلحكم، الله يكفينا أذاكم، الله يكفينا شركم، الله هذه أقل شيء، الله يهديكم، استريحوا كفوا لا تؤذوننا، تنفس عن نفسي بمثل هذا، أتعبتموني عاذيتموني يا أولادي على أما تقول أنت شيطان؟ هذه أنا أعرف أن هذا يجري على الأسم الكثير، أنت شيطان أو سب أو لعن أو ما أشبه ذلك أو دعاء ما يصلح، يعني لو استجيب لها فيه كانت أول من يشقى بمصيبته ويتضرر بمصيبته. نسأل الله أن يصلحنا وذرياتنا. نعم. سؤال أخير. وأن يعين الأمهات ويوفقهن للصبر على أولادهن وحسن تربيتهم. نعم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,288.